السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطلبات الصف الثالث الإعدادي مع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. والنهاردة ميعادنا مع إجابة محافظة المنيا 2019 الترم الثاني، ونبدأ نقول بسم الله. أول سؤال كالعادة هو سؤال الدايلوج between a teacher and أحمد. The teacher is talking to أحمد who lost his bag. مدرس بيتكلم مع أحمد، أحمد طبعا فقد إيه الحقيبة بتاعته. What are you doing أحمد؟ فقال له طبعا الإجابة اللي هي من فوق عندنا، قال له أنا ببحث حقيبتي، بدور على الحقيبة بتاعتي، أو أنا فقدت حقيبتي. الاتنين صح، يعني قلنا كده I'm looking for my bag، في كلمة doing، أو ينفع أقول I lost my bag على طول. When did you lose it؟ إمتى فقدتها؟ فقال له كلمة ago، طبعا هو أكيد مثلا من ساعة ونص ساعة لأنه في المدرسة، فقال له عندنا an hour ago، منذ ساعة. في سؤال قال له at the playground، طبعا at حرف جر وبلاي جراوند مكان، يبقى قال له متى فقدتها؟ يبقى where، سوري أين فقدتها؟ يبقى where did you lose it؟ Where did you lose it؟ فقال له at the playground، سأله سؤال، قال له my school books, notebooks, a pencil case and 10 pounds. طبعا دي محتويات الشنطة، وضح بيقول له إيه اللي كان جوه الشنطة أو الشنطة كانت تحتوي على إيه؟ فينفع أقول له عندنا what was inside your bag؟ أو what is inside your bag؟ أو what does your bag contain؟ contain يعني تحتوي على. ينفع عندنا نقول what was inside your bag؟ ينفع أقول what is inside your bag؟ وينفع أقول what does your bag contain؟ ماذا تحتوي على؟ طبعا قال له أوكي أحمد I'll tell you when it's found، هقول لك لو لقيناها إن شاء الله. السؤال الثاني هو سؤال situations المواقف، وعليه 3 درجات في الامتحان. Your friend is very tired because he went to bed late last night. صاحبك يشعر بإرهاق لأن هو نام متأخر جدا الليلة الماضية. طبعا في حاجة اسمها اللوم أو العتاب، اللي هو ما كانش المفروض تعمل ده، اللي هو كان لا ينبغي أن تفعل ذلك، اللي هو shouldn't have أو should have. يبقى أنت كنت لازم تنام بدري الليلة الماضية. أقول له عندنا You should have slept early last night، أو You shouldn't have slept late last night. يبقى الاثنين صح. يا إما تقول له كان يجب أن تنام مبكرا، أو كان لا يجب أن تنام متأخرا. الاثنين صح يا شباب. You ask your friend to open the window. اطلب من صاحبك يفتح الشباك. كنا خدنا درس اسمه عندنا السؤال أو الطلب بأدب، اللي هو could you please وبعدين مصدر. يبقى could you please open the window، أو could you open the window في الآخر كلمة إيه please نحط قبلها comma. A friend tells you that he has won a prize. A friend tells you that he has won a prize. يعني أحد أصحابك قال لك إن هو كسب جايزة. طبعا ده خبر كويس جدا جدا، وكمان ممكن أقول له تهنئتي. هي عندنا how wonderful congratulations. How wonderful congratulations. نروح على السؤال الثالث، هو عبارة عن سؤال comprehension، قطعة فهم عليها 5 درجات. يا إما تقرأ القطعة الأول كده وتعتبرها استراحة في الامتحان، يا إما تقرأ الأسئلة اللي بعد القطعة وتطلع تستخرج من القطعة الإجابات. Good news, good news. My mother repeated happily. الأم قالت مرتين كده بسعادة، أخبار جيدة، أخبار جيدة. Your father agreed to satisfy the wish of every one of you. الأب قرر ووافق خلاص إنه يحقق كل رغبات وطلبات الإيه الأبناء. That made me glad. هذا الخبر جعلني أنا دوت اللي هو كاتب القطعة، يعني لي مؤلف هذه القطعة. glad يعني سعيد، يعني بتساوي happy. As I will get the laptop I always dreamed of. عشان أنا بالطريقة ديت هقدر أحصل على اللابتوب اللي دايما بحلم بيه. As a result وبناء على ذلك this will enable me. ده هيمكنني to do my researches إن أعمل أبحاثي during my study أثناء دراستي at the university. My elder brother Kamal أخويا الأكبر كمان will have mobile phone as he is so fond of making calls. هيحصل على موبايل فون كمان إن هو مغرم جدا بعمل اتصالات تليفونية. Especially during his many travels all the year round، وخصوصا أثناء سفرياته الكتيرة على مدار العام. His job as a tour guide، وظيفته كمرشد سياحي، makes him stay outside home، تجعله يبقى خارج المنزل for days، أيام، and sometimes for weeks، وأحيانا أسابيع. As for my sister Mona، وبالنسبة لأختي Mona، she wishes to have a digital camera. هي كانت بتتمنى تحصل على كاميرا رقمية. Because her hobby is photography، لأن هي هوايتها التصوير. She hopes my dad will bring it، طبعا عايدة على الكاميرا، to be able to make a video of the wedding of our cousin، عشان هي هتصور فيديو لحفل الزفاف بتاع مين؟ ابن عمنا. I think dad will pay much for these things، هيدفع كتير مقابل هذه الأشياء. But he is happy and proud of us، بس هو في الحقيقة سعيد وفخور بينا.
because you are successful. احنا ناس ناجحين. نروح على اول سؤال. What does Mona wish to have? ايه امنية منى؟ قلنا طبعا ديجيتال كاميرا. يبقى منى wishes to have a digital camera. She wishes to have digital camera. How is a laptop important for the writer? اللابتوب مهم قد ايه في حياة الكاتب اللي هو قال لنا هحصل على اللابتوب؟ قلنا عندنا he can do his researches at university. هو كده هيقدر يعمل ايه؟ يستخدم هذا اللابتوب ان يعمل ابحاثه فين؟ في الجامعة. Why do you think the writer's mother is happy? ليه الأم سعيدة؟ أكيد الأبناء ناجحين والأب وافق على رغباتهم فأكيد في سعادة في الأسرة كلها. فقلنا because they were successful and father agreed to satisfy. هنا في كلمة شبه عندنا their wishes انه يحقق ايه؟ رغبته. يبقى السؤال رقم اثنين he can do his researches at university on the laptop على اللابتوب وهنا في حرف جر ايه؟ تو يا شباب. The underlined word it refers to the طبعا قلنا كاميرا. The underlined word glad means قلنا معناها ايه؟ سعيد يبقى happy. ونروح على السؤال الرابع يا شباب اللي هو سؤال الريدر. اول سؤال طبعا ماتش توصيل ليدي سمايلز طبعا مغرمه جدا بالموضه الحديثه يبقى like the latest fashion. فيلتشر طبعا ده كان بيسرق طعام الخيول يبقى was accused of stealing the horse's food. accused يعني تم اتهامه بسرقه طعام الخيول. جيني باركر طبعا كان سواق تاكسي في لندن يبقى owned a taxi carriage كان يملك عربيه تاكسي. هاري طبعا ده ابن جيري باركر وكان بيساعد في رعايه بلاك بيوتي يبقى always help it to look after black beauty. نروح على السؤال رقم بي طبعا في الامتحان بيبقى السؤال رقم خمسه هنا يا شباب وهيجي لك سؤالين اثنين بس critical A thinking. Why did black beauty feel sorry for some of the taxi drivers؟ ليه بلاك بيوتي كان يشعر بالحزن والاسى لبعض سواقين التاكسي؟ قلنا because they worked hard for a long time كانوا بيشتغلوا وقت طويل جدا without a rest بدون راحه to get enough A money لانهم كانوا فقراء. Why did Earl Smiles decide to sell the horses? ليه Earl Smiles قرر يبيع الخيول بتاعته؟ قصده يعني جينجر وبلاك بيوتي. قلنا because they were badly hurt كانوا مصابين بشدة and couldn't pull the carriage anymore خلاص مش قادرين يبرروا العربيات بتاعتهم مرة تانية. How did Mrs. Fowler help Jerry? ازاي هذه السيدة الغنية ساعدت جيري؟ قلنا قدمت له وظيفة ومكان يعيش فيه هو وأسرته. يبقى she offered him a new job. offered يعني قدمت. and a place ومكان to live in قلنا كوتج يعني كركوخ يعني with his A family. Do you think Ginger was right to start to kick again؟ هل جينجر كان على حق انها تبدا تركض مره ثانيه؟ Why why not؟ ممكن في اجابتين الاجابه الاولى السهله yes because the reins were uncomfortable لان اللجام كان غير مريح and they hurt her كان اذاها كان يقلبها يعني لكن في اجابه ثانيه قلنا عندنا no ما كانتش على حق she had to work hard like black beauty كانت تستحمل وتشتغل زي بلاك بيوتي وخلاص. الاجابتين صح يا شباب طالما ده كريتيكال اي ثينك. Do you think Skinner was greedy؟ هل سكينر كان شخصيه طماعه؟ طبعا لان هو كان بيشغل بلاك بيوتي فتره كبيره جدا وكان ما ياكلوش كان بيوفر في اكل مين؟ بلاك بيوتي. يبقى yes he didn't give beauty enough food and made him work hard without a arrest. نروح على السؤال الخامس سؤال تشوز طبعا في الامتحان هيجي لك ست جمل خمسه منهم على كلمات واحده بس على الجرامر. Earth is one of eight planets in our system يبقى عندنا solar system. solar system يعني النظام الشمسي. We saw some famous painting in the new art طبعا معرض الفن اسمه art gallery. You met Ali at the club yesterday. You played with him تلعبت معاه يبقى عندنا اكيد شفته. التأكيد الاستنتاج في الماضي المؤكد must have تصريف ايه تالت يبقى you must have met Ali لان انت لعبت معاه امبارح. When you are unable to stop doing something لو انت مش قادر تتوقف عن عمل شيء معين يبقى انت اصبحت مدمن عليه يبقى you are addicted to doing it. After I قعدت after بعديها ماضي تام. I went to bed بعد ما خلصت دروسي او بعد ما ذاكرت دروسي رحت انام. After I had studied قعدت after بعديها ماضي تام had تصريف تالت. اما لو مفيش فاعل زي اي نحط اي ان ايه جي على طول. نروح على الجمله السته الاخيره. If Mona had free time if Mona had free time she watch more videos طبعا قاعده اف نعمل دايره كده في الامتحان على اف ونشوف اللي بعديها هاد. هل اللي بعد هاد هنا تصريف تالت ولا ناون؟ لا جاي اسم عادي اهو يبقى هاد هنا فعل اساسي في الجمله تصريف ايه تاني يبقى دي اف الكام التانيه اللي فيها would ومصدر او could او might ومصدر يبقى الصح عندنا would. يبقى if Mona had more free time she would watch more videos.
اما لو جاب لنا هاد ومع تصريف تالت زي هاد هاد مثلا زي هاد جت، يبقى هنا هناخد وود هاف وتصريف ايه تاني. نروح على السؤال السادس في الامتحان، هو سؤال الريرايت. How long does it take you to get to school؟ نهى سيد تو سارة، عايزين نهى اسكت. طبعا بنقسم الجملة جزئين، جزء خارج الأقواس وجزء داخل الأقواس. خارج الأقواس بنلعب بس على فعل القول سيد تو تبقى اسكت، يبقى نهى اسكت نهى، نهى اسكت سارة، نهى اسكت سارة. ونحذف السبيتش ماركس خالص ونربط بنفس أداة الاستفهام يبقى how long، وبنحذف do أو does أو did. eat زي ما هي، take هتبقى ماضي توك، يو عايدة على البنت يبقى here to get to school. يبقى الجملة نهى أسكت سارة how long it took her to get to school. someone has drawn some nice pictures، شخص رسم بعض الصور الجميلة. يبقى some nice pictures، وجاية كلمة some خلي بالك الاس كابيتال، يبقى هبدأ بالمفعول به. ده تحويل من مبني للمعلوم، مبني للمجهول، من اكتف لباسف. يبقى some nice pictures جمع يا شباب، مش تبقى has، هتبقى have. نجيب من عندنا verb to be مناسب اللي هو been، وتصريف تالت drawn by someone. يبقى some nice pictures have been drawn by someone. قسم الجملة تلات أجزاء، فاعل هو someone، has drawn ده الفيرب، و some nice picture ده الأوبجيكت. بنبدأ بالأوبجيكت some nice pictures، والزمن ده مضارع تام لازم يكون فيه have و has. هننزل have عشان pictures جمع، ومن عندنا verb to be مناسب عشان أي بس في الدنيا بيتكون من verb to be and be be، ونكمل في الآخر by someone، وممكن منقولش by someone خالص. I was ill، أنا كنت مريض، so I didn't go to work، كنت عيان عشان كده مرحتش الشغل. اشتغل بقاعدة if، لما يجيب لنا جمل كلها ماضي كده سواء إثبات أو نفي يبقى دي if التالتة، هنقول عكس الكلام ده خالص، هو كان عيان هنخليه مش عيان، ما راحش يشتغل هنخليه يروح يشتغل. يبقى لو لم أكن مريض كنت ذهبت للعمل. if حلقة if التالتة، بعديها had وتصريف تالت، يبقى if I had، نحول was تصريف تالت يبقى been ill، هنخليها نفي عشان هنا ما كانش عيان. يبقى if I hadn't been ill، هو في الجملة عيان هنخليه مش عيان. يبقى if I hadn't been ill، هنحذف كلمة so خالص، I، ونقول هنا would have تصريف تالت gone to work. ليه جبنا would have؟ لأن if التالتة بتتكون من if و have تصريف تالت وبعدين would have تصريف ايه تالت. يبقى الجملة if I hadn't been ill، لو لم أكن مريض، I would have gone to a tour. هنا عملنا عكس الكلام، هو عيان بقى مش عيان، ما راحش الشغل، هنا راح ايه الشغل. دايما اف التالتة يا شباب بنقول عكس اللي حصل تماما في الماضي. نروح على اخر سؤال في الامتحان يا شباب، how to spend a free time، ده باراجراف هنكتب عنه دلوقتي حالا. تعالى نشوف how to spend free time. I'm going to talk about a very important topic، اتكلم في موضوع مهم. free time is very important in our life، الوقت الفراغ مهم في حياتنا. طب ليه مهم؟ We need it to refresh our minds، عشان ننعش كده عقولنا. And renew our energy، كمان نجدد الطاقة بتاعتنا. I spend my free time in a useful way، أنا بقضي وقت فراغي بطريقة مفيدة. I do many hobbies in my free time، بعمل بعض الهوايات في وقت فراغي. I sometimes go to library to borrow and read books، أروح المكتبة ساعات أقرأ وأستعير كتب. Reading is very important as it gives me new ideas، قراءة مهمة لأنها تعطيني أفكار جديدة. I usually go to club to do some sports، ساعات بروح النادي أعمل بعض الرياضات. Sports make me fit and strong، الرياضة تخليني قوي ولائق بدنيا. I sometimes spend my free time improving my English، ساعات بقعد أحسن اللغة بتاعتي. English is a very important language، الإنجليزي لغة مهمة. To get a good job in the future، تحصل على وظيفة كويسة في المستقبل. I also like writing short stories in my free time، بحب كمان أكتب قصص قصيرة في وقت فراغي. I want to be a famous writer in the future، وأنا نفسي أكون كاتب مشهور في المستقبل. I recommend you spend your free time doing useful things، I recommend you spend your free time doing useful things، إنك تعمل أشياء إيه مفيدة يعني. الجرافيك التاني عندنا بيقول لك the most exciting story you have ever heard، قصة أنت سمعتها عجبتك جدا جدا. وأنا تقديري يا شباب لما يجي لك قصة تكتبها، قصة لها مغزى أخلاقي، لها قيمة أخلاقية، لها درس مفيد، نتكلم على ده دلوقتي لأنها أقرب حاجة أنت تعرف تتكلم عنها. فأنا هنا قلت the most exciting story I have ever heard. I'm going to talk about a very interesting topic. Reading is very important in our life. It widens my mind، توسع مداركنا.
and gives me new ideas، تديني افكار جديده. My sister likes reading stories in her free time، اختي تحب تقرا قصص وقت فراغها. Yesterday she read a very exciting story، هي قرأت قصه مثيره. It's called The Black Beauty. It was written by the famous writer Anna Sowell. She told me، هنا بقى هي قالت لك ايه عن القصه؟ That it was about a working horse in England in the 19th century. The story tells us about the adventure of this horse and his owners. القصة بتقول لنا معلومات عن المغامرات أو المغامرة بتاعت الحصان ده وملاكه يعني. His life wasn't always easy. حياته مش دايما كانت سهلة. Sometimes the horse had a very difficult time. الحصان كان عنده أحيانا أوقات صعبة في حياته. The characters are interesting. الشخصيات شيقة. The events are very exciting. والأحداث اللي قالت عليها أختي كانت مثيرة. The writer tells us that it's important to look after working animals well. من المهم إنك تعتني بالحيوانات العاملة جيدا. She wanted the people to understand the very important moral. الكاتبة عايزة الناس يعرفوا هذا الدرس الأخلاقي المغزى. Animals are not machines and they have feelings like humans. I recommend you read this great story. كده يا شباب الحمد لله خلصنا إجابة محافظة المنيا 2019. أتمنى يكون في استفادة من إجاباتنا ليكم، وأتمنى تسيبوا تعليق يا شباب لو في حاجة مش مفهومة دايما معاك على طول. ممكن ما تبعت لنا على الجروب اللي موجود على الفيسبوك اللي هو برضو اسمه درس إنجليزي بنفس اسم القناة. وأتمنى لكم التوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.